هاي شنو هاي؟ صباح الخير. صباح النور. انت مصحصح نص الصباح. مصحصح بايش ساعه يعني؟ ستة تقريبا، ستة قبل الستة بشويه. هيك شيء. شنو ريوقك كان اليوم؟ اليوم للاسف يعني ريوق ابد مو تمام. ايه صمون ويا جيمر ويا عسل. كطلاب شنو؟ تعال كني بعد اليوم عندنا هو غربي، اليوم اطباقنا راح تكون غربيه، ولكن بتسهيل يعني بتحضير الاطباق لازم نسهل الامر ولازم ننطي خطوات صحيحه انه نقدر نفوت نختصر الطريق بها. فاليوم راح ناخذ اول اطباقنا وراح نسولف عليه عني وعلى كريدي اكيد. فاطباقنا هنا اليوم ومقاديرنا، احب انوه انه اول ما تطلع المقادير تاخذوا لها صوره، هذا شعارنا، تطلع المقادير تاخذوا لها صوره. ليش؟ على مود تكون موجوده عندكم بالتليفون، وشكد ما تحتاجوها بس تطلعونها وتخلوها مقابلكم على الكاونتر وتبلشون تشتغلون نفس الطريقه. هنا عندي صدر دجاج بالجبنه، اليوم راح تكون مختلفه صدر دجاج بالجبنه. هنا عندي صدر دجاج 750 غرام، طبعا كلي دقيتهن بمطرقه الستيك او خلينا نسميها اي شيء تستعملونه، ممكن مو الا نفس المطرقه اللي احنا نستعملها. فلفل اسود رشه، فلفل احمر رشه، زيت الزيتون 3 ملعقه، ملح رشه، جبنه 250 غرام راح تكون بين الدجاج طبقات، زبده راح 1 ملعقه هذا للصوص، طحين 1 ملعقه، حليب 2 كوب، خردل راح نستعمل 2 ملعقه ونص، بازاليا حسب الرغبه راح نستعمل 1 كوب، معدنوس مجفف 2 ملعقه. هاي مقاديرنا لليوم، واشوف طريقه التحضير اللي هي كلش مهمه، لازم تتبع كل التفاصيل. انا ادق الاولى وانت ادق الباقيات، وظل ادق للصبح. خلاص اوكي، ايش عندنا غير الدق؟ هنا القطعه تكون رفيعه، راح نرققها بهالشكل. هنا الالياف اللي موجوده داخل هذا الصدر احنا كلها تفتحت عندنا، راح تمتص الصوص وراح تمتص البهار الموجود، فصارت شقد من حجم صغير الى حجم كبير، وهو هذا المطلوب انه هاي المسامات هنا والالياف كلها تمزقت. من تمزقت هنا راح تاخذ الصوص كامل مكمل، اكيد بالشوي هم ما راح تصبح عندي كلش قويه، راح تصير عندي رقيقه كلش الى درجه يعني. حلو. هنا لما راح نحمص او راح نشوح كبدايه راح نضيف طبقات من الجبنه وطبقات من الدجاج، واكيد راح نضيف عليها الصوص بنهايه المشوار. هسه راح نضيف هنا زيت الزيتون، زيت الزيتون راح نضيف، راح نضيف الفلفل الاسود والفلفل الاحمر. طبعا صدر الدجاج يحب كميه من الفلفل الاسود، ما عندكم اي مشكله، وعلى يدري هذا الشيء. بهالطريقه احنا ما راح نتبل الدجاج تمام، لانه يعني عندنا الصوص بعدين ما راح نضيف لاي نوع من البهار. هسه راح احكي لك على الشغله اللي تسويها انت. اكيد هنا أنا عندي الملح، كميه من الملح كلش تمام كبالبدايه، وهسه راح ابلش اخبط وخلي اشوف حلاش عنده. مشاهدينا الكرام، هذا يسمونه الطرق، هذا الطرق على اللحم. شوف شلون طلعت حلوه، والله حلوه مرتبه ومشكنه، ما تشوفوها شكنه. ما نبلش نشوي القطع، وهنا نشوي القطع مهم. ايش راح يطلع لك؟ هو انا منتظر. هنا هاي عملية الشوي راح نستمر لحد ما نخلص كل الكمية اللي احنا حضرناها، أهم شيء نفتحها. أهم شيء. بينما على يكمل الكمية مال الدجاج، أنا حبلش أحضر الصوص. هسه راح أجيب العلقة الجبنة، لأن كل طبقة دجاج راح يخليها راح يضيف عليها كمية من الجبنة. جبنة، أعتقد كافي. حاليا كافي لحد ما نحتاج الكمية الباقية. هذا هنا صوص اساسي للدجاج، دائما تعانون من موضوع صوص انه شنو صوص البشاميل او شنو صوص الدجاج. فص عاديه تحتوي على زبده، طحين، حليب، فلفل اسود، باقي التفاصيل اللي تضيفوها هي اختياريه واضافيه، ممكن انتم تستعملوها. هسه هذا الشيء كمل عندنا. اوكي، خلي مكانه يعني، خليهم يمك. اجيب ذولي هسه. هسه راح نجيب ذني القطع، راح اشوف شلون راح نخليهم. راح نخليهم هالشكل. تضقتهم؟ نضقهم بعدين. لا ما يصير شيف. لا 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 ما مستوي، صدق على يعني. والله على مودك. هسه انا 3/4 استاو، بس اخذ تحمير راح يكمل استواء داخل الفرن. اوكي.
ها بعد الفرن؟ طبعا طبعا. رجعها لات. طيب يمك حليب؟ حليب. فيه حركات مال الشيف تعرف يعني. نضيف الحليب اللي وقلنا 2 كوب، ولا ما ضفنا 2 كوب راح نضيف شويه من المي هنا. اضافه المي، خلي نكون اليوم هنا عندنا من نستعمل حليب كامل الدسم، ممكن نستعمل ويا كميه من المي يعني كامل الدسم نصبح، وتخلي ويا كميه من المي راح يكسر عندك، راح يقل نوعا ما الدهون اللي داخل الحليب. حلو تمام. على بما عندي الصوص راح يستوي هسه، بس شوي ياخذ فوره واحده راح اضيف الخردل. الخردل راح نضيف الخردل اللي هي ملعقه وشويه يبرز شخصيته. يعني كل واحد فلان يثبت وجوده في مؤتمر يعني يثبت شخصيته. هو هنا عندنا الخردل هو يثبت شخصيته، يعني اللي كلش يكون ذا واقفه كل طبق كل راح يحس انه اكو خردل بالموضوع. انا بديت اتحمس هسه جديات. بديت اتحمس هسه راح نشوفك شنو تفاصيل هذا الطبق بنهايه الموضوع. اوكي خليك على هيك شيء هسه حاليا. الصوص عندنا على النار راح ننتظره يصبح تخين كلش، وبعدين راح اضيفه على التفاصيل اللي خليناها مع الدجاج. فالجبنه اللي نخليها كميه كلش حلوه، هاي من الاطباق اللي تكون دسمه بصراحه بالجبنه مالتها. على شريد عندك شو تريد شيف؟ اريدك تنطيني انزعت شفوف؟ ايه انزعت شفوف بعد. تاكد؟ ايه. وجيب الدجاج اللي بالفرن. راح شوفوا الصوص والجبنه الموجوده صراحه نخليها. كميه من الجبنه اللي استعملناها كلش تمام. أعزائي المشاهدين نشكر حسن المتابعة أكيد، ونشكر كافة الأشخاص اللي يتواصلون يعني عن طريق الكومنت والفيسبوك أكيد.